السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. لو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليق، مع تحيات كابتن وليد عبد الغني. برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. مش هتخسر حاجة لما تضغط لايك وتسيب لنا بصمة جميلة زيك كده على القناة في التعليق. يبدأ بعد قليل نهائي 200 متر أمامنا الثمان عدائين في هذا السباق يا سادة. من سيفوز ويحصل على الذهب في هذا السباق يا سادة؟ منافسة قوية جدا، انطلاقة خاطئة من بداية السباق. هنشوف من سيفوز في هذا السباق يا سادة. ست عدائين في هذا السباق، طبعا الرقم العالمي في السباق ال 200 متر للإناث أو للسيدات هو 21 ثانية 34 أجزاء من المية. حققت العداء في روليست 29 سبتمبر 1988. من سيفوز ويحصل على الذهب يا سادة؟ الذهب للذهب. هنشوف منافسة قوية جدا، عندنا مصر، عندنا المغرب، اتنين عدائين من المغرب واتنين من مصر ولبنان، ايضا اتنين عداءات. ينطلق السباق بعد لحظات قليلة. من سيفوز ويحصل على الذهب يا سادة؟ انطلاقة قوية جدا من بداية السباق، ومنافسة قوية جدا بين مصر ولبنان و المغرب يا سادة. المغرب في المقدمة حتى الآن، يليها مصر. الصاروخ المصري أمامنا يا سادة، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. يا السلام على القوة والسرعة يا المغرب ومصر ولبنان. من سيفوز؟ من سيحصل على الذهب يا سادة؟ انتهى السباق يا سادة، انتهى السباق وفوز المنتخب المغربي بالميدالية الذهبية 23-87، والمركز الثاني لبنان 24-07، والمركز الثالث مصر 24-10، والمركز الخامس والمركز الرابع مصر أيضا 24-61، والمركز الخامس لبنان 24-91، والمركز السادس العراق 25-37. بالتوفيق للجميع إن شاء الله يا سادة. وزي ما احنا شايفين أمامنا فرحة للبطلة المغربية يا سادة الذي حصلت على المركز الأول في هذا السباق نهائي 200 متر، نهائي قوي جدا آخر 200 متر. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. لو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليق، مع تحيات كابتن وليد عبد الغني.